عندنا بقى كذا نوع، يعني برضو الناس تايهة انا اعمل تكميم ولا اعمل اللي هي اسمها ايه، تحويل مسار تحويل مسار، او ولا اساسي. اعمل شفط دهون، ولا في دلوقتي بيعملوا نحت، ده واحدة حقيقي. بتبقى جسمها بشكل تعمله شكل تاني خالص. طيب، هو التكميم يعني ايه؟ تكميم ان انا باخد جزء من المعده، بشيل تقريبا 70% ل 80% من المعده الموجوده، بسيب للمريض تقريبا بما يعادل من 20 20 ل 30%. بقى في المية يعيش بيها طول حياته. بالظبط كده، هي دي المعده بتاعته اللي انا المفروض هيبقى اكلي على قد حجم المعده دي. لكن تحويل المسار، انا بحول مسار الاكل نفسه من ان هو بعد ما يدخل في المعده يوصل على طول للامعاء، بس بعد 2 متر من الامعاء نفسها، واوصل بعد كده المعده بالامعاء دي. عندي حاجه اسمها ساسي، ودي عباره عن تحويل مسار زائد تكميم. الاثنين مع بعض حالات بالظبط بقى. دي حالات اوفر ويت، مثلا احنا واصلين 200 كيلو او كده وعنده مشاكل كتيره قوي، دي انا لازم اعملها. واحد مثلا سويتي ايتر قوي، بياكل سويتس بطريقه كبيره جدا، لا انا ممكن اخش معاه في حته يعني الساسي كل مثلا. حد حسب طبعا، الكيس بتاعته، ما وعلى نروحش حسب نسال اكله. هو انت خسيتي ازاي، انا عملت تكميم فانا اروح اعمل تكميم، لا، ما فيش حاجه اسمها كده. ما الجراح هو اللي بيحدد انت محتاجه ايه على اساس اللايف ستايل بتاعك، اكلك عامل ازاي، الشغل بتاعك عامل ازاي، جسمك نفسه يحتاج لحد كام كيلو بس عشان خاطر ينزل. اوكي. العمليات دي كمان سواء تحويل المسار او الساسي بنحتاج ان احنا نفضل ماشيين على على فيتامينز كتيره قوي لفتره طويله. ده طبعا بعد العمليه قصه تانية ونظام غذائي تاني ده حقيقي. وحاجات مختلفه تماما. طب انا اعرف منين اذا كنت انا محتاجه عمليه ولا لا؟ يعني دلوقتي شخص عادي قاعد حاسس ان هو مليان شويه، بس مش عارف هو مثلا من 5 كيلو ل 10 اوكي، ولا من 10 ل 15. يعني انا اعرف منين انا محتاجه عمليه ولا محتاج بس ريجيم ودايت؟ بعد كتلة الجسم بتاعته الأول إن احنا نشوفها، تاني حاجة إن أنا هشوف هل أنا قادر إن أنا أنزل الخمسة عشرة كيلو دول ولا مش قادر. طيب أنا حاولت كتير وما قدرتش إن أنا هي أنزلها، الإجابة هتبقى مش قادر، يعني ده اللي أنا احنا بجيب لك من بنستسهله. الآخر. طيب لو أنا مش قادر إن أنا أنزل الخمسة عشرة كيلو دول، طيب هشوف هل الخمسة عشرة كيلو دول مؤثرين على صحتي، مدخليني في مرض أو هيدخلوني في مرض، أو مأثرين على نفسيتي. مأثرين على نفسيتي وده مرض برضو. فكرة الاكتئاب من الوزن نفسه ده برضو مرض، فأنا هشوف أنا بقابل قدامها مشاكل تانية ولا ما بقابلش مشاكل. لو ما بقابلش مشاكل من الخمسة عشرة كيلو، لا هحاول تاني لايف ستايل وهحاول تاني إن أنا أنزل في الوزن. لو ما قابلني، لا يبقى أنا أروح لحد مختص جراح أشوف أنا المفروض ده أعمل من أي أي عملية. وزن، يعني حتى لو 10 كيلو أنا مش قادرة أنزله أقدر إن أنا ألجأ للجراح. بس عاده الجراح بيقول لك الاول هنمشي لايف ستايل ونمشي تعديل السلوك بتاعك والاكل بتاعك الصحي الاول. احنا بعد العمليه اوريدي بنمشي لايف ستايل برضه.